السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إخوان. نعود إلى لعبة The Witcher Wild of Hunt. هذه المرة سأشرح موجه الأوامر أو الديبوغ كونسول. ما هو موجه الأوامر؟ عبارة عن سكريبت صغير، يعني برنامج صغير جدا، تقوم بإضافته أو نقله إلى مجلد اللعبة، بعدها يستطيع أو عن طريق فتح نافذة الأوامر تستطيع أن تدخل أكواد، وهذه الأكواد تجعلك أو تسمح لك بالحصول على مثلا إنهاء المهمات، الحصول على بطاقة الكوينت، رفع المستوى، إضافة المال، يعني أشياء خرافية يمكن أن تقوم بإضافتها إلى اللعبة. هذا ليس مود، طبيعة الحال الديبوغ كونسول ليس مود بتاتا أو إطلاقا، هو عبارة عن سكريبت صغير يفتح لك عن طريق إدخال الأكواد الصحيحة تستطيع فعل أشياء كثيرة في اللعبة، مثل إنهاء المهمات، فتح الأبواب، الحصول على الدروع، الحصول على السيوف، إضافة بطاقة جوينت، تعديل على الشخصيات، استدعاء الشخصيات، والعديد من الأشياء التي لا يمكن، إضافة القدرات، يعني رفع المستوى، العديد من الأشياء. إذن حتى لا يطول هذا الفيديو سأحاول باختصار أن أقسم الفيديو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كيفية تثبيته بشكل بسيط، هو لا يحتاج إلى تثبيت، فقط أنقل الملفين إلى. ثم القسم الثاني أشرح بعض الأكواد، والحقيقة هذا الموضوع وموضوع الأكواد يحتاج إلى أكثر من فيديو، لذلك سأقوم بشرحها بشكل بسيط. القسم الثالث سنشرح فيه كيف نقوم بإدخالها في اللعبة، كيف ندخل نفتح موجه الأوامر ونضيف هذه الأكواد. إذن نبدأ بأول مرحلة وهي تحميل الديبو كونسول. ها هو الديبو كونسول، فيه ملفين، ما هو؟ الملف الأول خاص بإصدار 1.31 إذا كانت لديك اللعبة 1.31، الإصدار الثاني 1.32 على حسب إصدار اللعبة الخاص بك. حمل 32 أو حمل 31. أنا أستعمل إصدار 1.31، لذلك سأقوم بفك الضغط عنه. إذا كنت تستعمل إصدار 1.32 قم بفك الضغط عن هذا، يعني أي إصدار أقل 1.24 استعمل 1.31، إذا كان عندك إصدار أقل من 1.31 إذن لن تجد فيه شيء. فيه ملفين، البليجينج والدي ساند، دي ال ال ملف دي ال ال هذا والبليجينج، انسخ الملفين هكذا، قم بنسخهما، يعني بسيط تثبيته، أي إنسان مهما كان مستواه يستطيع تثبيت هذا السكريبت. أدخل إلى ملف اللعبة، ننقر عليها يمين، open file location يعني فتح مجلد اللعبة، نذهب إلى هنا ونقوم بنسخه، بلصقه هنا. نعم، طبيعة الحال أنا قمت بلصقه مسبقا لذلك يطلب الاستبدال، أنت لن يطلب منك الاستبدال. هل تم تثبيت البرنامج؟ تم تثبيت البرنامج. قبل أن نذهب إلى اللعبة ونقوم بتجربة الأكواد، أريد أن أشرح لكم ربما هذا هو أصعب شيء، كيف نحصل على الأكواد. قبل أن يعني حتى أنا الذي شرح لكم هذا الفيديو لم أستعمل إلا 3% أو أقل حتى من 3% من الأكواد التي هي موجودة، استعملت فقط 3%، يعني الأكواد المهمة فقط. هناك آلاف الأكواد، آلاف، عشرات الآلاف. نبدأ بالدخول إلى، سأترك لكم أسفل الرابط، موقعين مهمين ربما هما أفضل مواقع للحصول على هذه الأكواد. الأكواد موجودة، فقط قم يعني نسخها ولصقها، أو قم بوضع مستند خفيف هكذا. والموقع الأول أين هو؟ سأشرح ببساطة بعض الأكواد التي أعرفها، سأشرح ببساطة. إذن عندما تدخل إلى هذا الموقع الأفضل أن تذهب إلى هنا، The Witcher Console Command. هنا تجد أشهر الأكواد، يعني الأكواد المتداولة. مثلا Add Key، نعرف بأنه بعض الأبواب تكون مغلقة في اللعبة، للحصول على جميع المفاتيح في اللعبة أنسخ هذا الأمر، Add Key، هذا اسم الكود وهذا هو الكود، أنسخ هذا. مثلا لإضافة المال، Add Money، لحذف المال، Add Money، يعني بين قوسين هذه تكتب Amount، يعني القيمة أو المبلغ، Amount يعني القيمة أو المبلغ، Add Money وتكتب هنا القيمة، Remove Money وتكتب هنا القيمة المناسبة.
ضد ايتم. هذه دائما عندما نريد ان نطلب عتاج او سيف او درع او اي شيء، يعني الاشياء دائما عندي طلب الاشياء، تكتب ضد ايتم وتفتح القوسين وتكتب اسم ذلك الشيء والعدد. مثلا تريد سيف ويتشر مثلا مدرسة كات، تكتب ضد ايتم سكول كات سورد مثلا، وتكتب العدد مثلا 5 6 الى اخره. ريموف ايتم نفس الطريقة، دائما اضافة الاشياء وحذف. مثلا جوت، هذا يعطيك قدرة، يعني تصبح منيع ضد الضربات، يعني لا تموت، تصبح شخص لا تموت، لكن انا لا استعمل مثل هذه الاكواد. هالمر، مثلا اذا كنت في وضع حرج ولا يوجد لديك اي غذاء او وجيرت على وشك ان يموت، استعمل هذا يعيد ملء شريط الهيلث. مثلا الشريط يكون على وشك الصحة، تكون على وشك ان تفقد الصحة وتموت، عندما تضغط او تضع هذا الكود يعيد ملء الصحة. سيري، يعني اذا كتبت هذا الكود سيري ستلعب بسيري، اذا كتبت هذا تلعب بجيرت، يعني تبديل بين شخصية سيري وجيرت في اللعبة، تلعب بسيري او تلعب بجيرت، انت حر. ست ليفل، يعني تريد مستوى، انت في الليفل 10 وتريد الذهاب الى ليفل 50، فتكتب ست ليفل، وهنا في بين قوسين دائما تكتب القيمة او التي تريد الذهاب لها، مثلا قيمة 50، تكتب ست ليفل 50 وتصبح في المستوى 50. إذا أردت أن تصعد بمستوى واحد استعمل هذا. وأضد XP Learn Skill لتعلم المهارات، هناك مهارة لا تعرفها أو تريد أن تفعلها مباشرة، تكتب Learn Skill وتكتب اسمها هنا. وSpawn هذا كود أيضا مهم، Spawn استدعاء، تريد مثلا استدعاء تيريس أو استدعاء يونيفر أو استدعاء زولتان أو استدعاء ريجيس أو ديدلاف، تكتب Spawn وتكتب اسم الشخصية التي تريد استدعائها، وهكذا. إذن هناك العديد من الأكواد كود. نعم، أبوف كود هذا، لاحظ بوف إي دي أو دويتشر بوف، هذه القدرات، يعني تريد إضافة الصحة أو القوة، تصبح ضرباتك مميتة، يعني ضربة واحدة يموت العدو، تستعمل هذه القدرات. هناك القدرات خاصة بسيري، لاحظوا هذه أكواد سيري، سيري بين قوسين، يعني هذه خاصة بسيري. والعلوية هنا عدد 200 قوة الهجوم تصبح 200 وقوة العلامات تصبح 200، مهم جدا هذا. مثلا سباون كود، شرحنا سباون بمعنى استدعاء، تريد استدعاء دب أو وحش تقاتله، بعض الأحيان تشعر بالملل، استدعي وحش مثلا أنا أحب مقاتلة البروكسا، مصاصي الدماء بروكسا، وكاتيكان يعني وحش مصاصي الدماء الصعبة هذه، فاستدعيها مباشرة وقاتلها لأتدرب أكثر. إذا تستطيع استدعاء أي دائما. إذا أردت لم تجد الكود المناسب اضغط على next للذهاب إلى الصفحة التالية، دائما next دائما. هذه أكواد الاستدعاء سباون. لا يطول هذا الفيديو، لا يطول شرح هذا الفيديو، إذن هذه تقريبا جميع الأكواد موجودة هنا. ربما تريد صفحة فيها الأكواد بشكل مكثف أكثر، استعمل هذا الموقع. سأترك لكم رابط الصفحتين هذه أسفل الفيديو، يعني فيها ستجد الأكواد. إذا تعذر عليك فهم أو إيجاد كود معين، لاحظ هذه أكواد أضد موني، ريموف موني، هذه الأكواد المهمة، هذه أكواد الكومبات، هذه أكواد القدرات، يعني إضافة القدرات إلى جيرلت، سكير يعني مهارات، تعلم المهارات، بمجرد إدخال الكود تصبح المهارة أو تصبح تمتلك المهارة. تستطيع استدعاء السبغيات، المشجان أو ما اسمها هذه، يعني هذه السبغيات التي نستعملها، استحضار المحاليل، استحضار المشروبات، أي شيء موجود في اللعبة تستطيع استحضاره بالكود المناسب لك، لا تحتاج إلى يعني الذهاب والبحث، مباشرة تستطيع استحضار أي كود تريده. لاحظوا كم عدد الأكواد الموجود فقط في هذه الصفحة أو في هذا الموقع، كم من كود موجود. في الحقيقة يوجد أكثر من هذا الكود، في 25973 كود، 25973 كود. نأتي إلى جانب كيف نستعملها في اللعبة، إذا تابعوا معنا كيف نقوم باستدعاء الأكواد في اللعبة أو إدخال الأكواد في اللعبة. نأتي إلى اللعبة ونبدأ في إدخال
الأكواج موجهة الأوامر. بطبيعة الحال أفضل طريقة لإدخال الأكواج هو أن تكون لديك الأكواج في مستند. إذن أفضل طريقة قلت أن تكون لديك الأكواج في مستند. ها هو مستند تضع فيه الأكواج التي تحتاجها هكذا لتقوم بنسخها ولصقها مباشرة في موجه الأوامر. هذا أفضل حل. إذن الآن أنا عندي الأكواد وسأقوم بتجربة بعض الأكواد معكم لتفعيل موجه الأوامر أو الديبوب كونسل. لتفعيله اضغط على F2. أين هي F2؟ هيا تظهر هذه الإشارة. إذن لابد من الضغط على F2 تظهر F2 إغلاق. F2 تظهر F2 إغلاق. إذن اضغط على F2 ونبدأ. مثلا لو أردت ترفع المستوى إما أن ننسخ الكود أو نكتبه، لكن أنا أفضل دائما النسخ أفضل حتى لا أغير في الكود، لأن نوع ما الكتابة تكون بعض الأحيان بعض الحروف وبعض الأقواس يصعب عليك إيجادها. مثلا سأكتب أد أو ليفل أب لرفع المستوى. ليفل هكذا ليفل أب ثم أنتر. إذن بعد الضغط على كذا سيصعد مستواك للمستوى الذي بعده، يعني مثلا تكون في المستوى 10 يصبح 11 وهكذا. إلى أمر آخر مثلا السكيل بوينت مهمة جدا لفتح القدرات. هي سكيل بوينت لاحظوا نقاط متاحة، لا يوجد لدي أي نقطة أو سكيل بوينت، أريد إضافة سكيل بوينت. Add skill points ثم أكتب لكن هذا الأمر طويل لذلك أفضل سأقوم بنسخه. أهو أبحث عن skill points add XP هذا بالنسبة لنقاط الخبرة. Skill points أين هي اللي كتبتها هنا؟ نعم add skill points ثم a moment هذا المقدار، يعني كم من نقطة مهارة ستضيفها. سأضغط على F2 وأكتب Ctrl V أغير هذه المومنت، يعني المومنت ليس كود وإنما يقول لك أكتب المقدار الذي تحتاجه. سأضع مثلا 20 مثلا لا يكتب. أضغط إذا لم يكتب أضغط على Shift. بعض الأحيان تضغط على الأرقام لا يكتب. إذا لاحظت أنه استعمل الأرقام العلوية وجرب الأرقام العلوية إذا لم يكتب. إذا 20 skill point. I couldn't have put it better myself. هل أضاف؟ أتأكد دائما للتأكد اذهب إلى المخزن أو اذهب إلى الشخصية يعني لتأكد. نعم لاحظوا 20 نقطة مهارة. نفس الشيء إذا فهمنا طريقة إدخال الأكواد أو أغلب الأشياء عفوا وليس بعض الأشياء يمكن حذفها. تريد مثلا حذف مقدار من المال تكتب remove money وتكتب المقدار المعين. مثلا سأكتب عدد عفوا أضغط على F2 أكتب add money. أتمنى أن تكون صحيحة. ثم القوسين لإدخال المبلغ، قلنا 9 والصفر لوضع القوس. أريد إدخال هذا المبلغ، هل أستطيع أن أتأكد؟ سأتأكد كما عندي. أولا لاحظوا المبلغ، احتفظوا بهذا الرقم، نحتفظ بهذا الرقم، هذا هو الرقم الذي عندي. إذا سأضيف مبلغ آخر حتى إذا تكتب مثلا 899 سأضيف هذا المبلغ. حصلت على المبلغ طبيعة الحال. سنذهب إلى المخزون، لاحظوا تغير الرقم. إذا أضفت له. لو أردت حذف هذا المبلغ طبيعة الحال إذا أردت الرجوع إلى الأكواد، إذا أردت الرجوع إلى أي أمر كل ما عليك اضغط السهم الاتجاهات، يعني السهم في الأعلى تعود إلى الأوامر هكذا تغير بين الأوامر السابقة. إذا أردت الرجوع إلى أي أمر سابق تستطيع الضغط على اتجاهات الأعلى والصعود والنزول في اللوحة. إذن هذا هو المبلغ سأحذفه، فأتي إلى هنا أضع أحذف ريموف نكتب ري after you sir هكذا. لا أدري إذا كانت ريموف صحيحة، ربما لا يوجد الأ
أتأكد. نعم إذا صحيح. مهم نسيته. من يعني هناك أكواد مهمة لا يمكنني شرحها كلها في هذا الفيديو، ربما أخصص يعني حلقة خاصة بالأكواد. أنا هنا طريقة استعمال الديبوك كونسول مانجر. بالنسبة لي إذا أردت أن ألعب بسيري، كل ما عليك موجه الأوامر ثم تكتب هكذا well, what do you know? سي بالماجيسكيل حروف كبيرة، ثم سي سي سيري هكذا، ثم أنتر. الآن أستطيع أن ألعب بسيري، أستطيع أن أتحكم شخصية اللعبة أو شخصية اللعب هي السيري. لو أردت الرجوع إلى جيرت أكتب هكذا، أضغط ثم أكتب كي. هذه مهمة بالنسبة للذي يحب اللعب بسيري أو بجيرت، تبدي بين شخصية سيري أو شخصية جيرت. بقي استدعاء وحش معين ربما من الأكواد التي نحتاجها كثيرا في اللعبة للاستمتاع أكثر باللعبة، استدعاء وحش معين. مثلا لو يعني وحش أعرف اسمه كاتيكان، هذه سهلة الكتابة كاتيكان. ماذا أفعل؟ أضغط على موجه الأوامر أكتب سباون. دائما الاستدعاء سباون، دائما إضافة الأشياء، أضغط اسم حذف الأشياء، ريموف اسم استدعاء الأشياء سباون. سباون الآن سباون هكذا، ثم الأقواس لا تنسى الأقواس، قلنا 9 و0. هناك فتحتين، هذه نوعا ما صعبة، هل أجربها بدون فتحتين؟ لا أدري، دعني أجربها إن لم تنجح أجرب بالفتحتين. فتحتين نوعا ما أجد صعوبة في اللعب. كا هكذا، كاتي كاتا كان هكذا، هذه أستطيع كتابتها لأنها يعني بسيطة بالنسبة لي. أي لا تقتلنا يا هذا، أقتلوا هذا. إذن بديني فتحتين، بديني فتحتين. كيف قتلوا؟ قتلوا بسهولة. إذن هذا بالنسبة للكاتيكان. إخوان يعني والله ممتع اللعبة بالموضات هذه، هذه ليست موضات يا إخوان، هذه الديبوك كونسول مناجر وعجائب هذا السكريبت. إخوان أتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو، أنتم في أمان. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.